بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد من ايام رمضان. كل عام وانتم بخير على تلفزيون 10 مطبخ 10 مع الشيف محمد فوزي. النهارده هيبقى يوم مختلف شويه. انا عارف كنا امبارح كنا معزومين، كنا امبارح كان عازمين او معزومين، كان في رقاق امبارح وكان في محشي وكان في حاجات كتيره جدا، وممكن لحد عامل ديكرومي، حد عامل فخده، حد عامل بط زي ما عملناه امبارح. فكر الناس ببط عملناه امبارح ازاي، عملنا بط مرته. النهارده اليوم مختلف شويه. النهارده بنتكلم على الكفته، كفته مشويه. زي ما انتم شايفين كده شوايه، 2 3 4 شوايات هشتغلوا كفته، كل شوايه منهم بنوع كفته مختلف، علشان حضرتك ما يكونش عندك اي حجه تقول لي والله يا شيف انا ما عنديش الشوايه دي ولا عندي الشوايه دي ولا عندي الجريل ده، بس عندي دي او عندي. فالنهارده 4 انواع من الكفته او 3 انواع من الكفته هتمشوا على 4 شوايات، وهنوريك ازاي تعملي الكفته صح 100%. بداية قبل ما ابدأ الحلقة، غالبا لما بنعوز نبدأ الصيام بتاعنا او نفطر عندنا في رمضان، عادة بناخد عندنا مشروب. المشروب دوت ممكن يكون مشروب تمر هندي او خشاف، او زي ما عملناه جيجي امبارح جيجي واحد، او يكون سوبيا. النهاردة عاملين عندنا الخشاف. الخشاف هو بنجيب الفواكه اللي عندنا المجففة ونحطها في مية ونسيبها لمدة يوم. أنا لا أنصح في الخشاف إطلاقا إن حد يغليه في مية ويسيبه، كمان لا أنصح إن حد يحط عليه سكر مطلقا، علشان هو أصلا بيطلع السكر اللي فيه. يعني إيه خشاف؟ ويعني إيه نظرية الانتباز اللي هي موجودة في الخشاف؟ الخشاف هو عملية طراوة، أو يعني عملية ملاش تخمر، لكن التخمر ديت بتحصل بعد 48 ساعة، وبالتالي ممكن تؤدي لحاجة زي النبيذ. الانتباز والنبيذ العلاقة بينهم شرطة أو شعرة صغيرة. النبيذ إن أنا بخلي السكريات ديت تتحلل عندي لمدة فوق 48 ساعة، وبالتالي بلاقي طعمها كأني باخد كده، كأني في كحول، كأني فيها خل، حاجة زي كده. لو وصلت الحالة ديت، إذا وصلت لعملية التخمر، وصلت لحالة زي النبيذ. لا، إحنا بنتكلم على الانتباز اللي بيقعد عندي من يوم لغاية 48 ساعة، ويفضل إن هو يتاخد في نفس اليوم. هو عملية إن أنا باخد الفواكه المجففة ديت بحطها سواء تمر أو راسية أو مشمشية أو زبيب او قمر الدين، كمان ممكن قطعه تحط عشان تديني لون فيها، وازودها ميه واسيبها كده في الثلاجه، تاني يوم ببدا اكل منه واخد منه، وبعدين اروح بعد كده اصلي، وبعد كده اكمل فطاري. ادي عندنا الخشاف يا استاذ فتحي قدام حضراتكم اهوت، ماشي زي ما انتم شايفين كده. ما عملناش في حاجه غير احنا حطيناه في ميه ونقدمه عندنا في بدايه اول حلقتنا، ونقول عباره عن ايه. عباره عن قراصيه ومشمشيه وتين وزبيب وكمان تمر وقمر الدين. دي عندنا يا رب يعجبكم وتقدموه ان شاء الله ويكون زي الفل. كل حاجه من دي يا جماعه سبحان الله، ولو عملت سيرش على النت هتلاقي ليها فوائد عظيمه جدا جدا، سواء من ناحيه الالياف او القيمه الغذائيه. وكمان عايز اقول معلومه صغيره جدا بالنسبه للزبيب، مش احيانا واحد كده تلاقيه فجاه كده جات له زوطه، بيحصل؟ طيب، بيقولوا زمان لما يجيلك زوطة حاجة من الاثنين، يا إما حد ينسيكي، لو هي مثلا حاجة يعني عارضة، حد ينسيكي أنت كنت بتفكري في إيه، أو الحالة العصبية اللي كنت فيها، فيدخلك في موضوع تاني، فبالتالي هتلاقي حضرتك نسيت إيه؟ الزغطة. يعني مثلا إيه؟ لو حد مثلا جاله زغطة نقول له إيه؟ خلي بالك الموضوع مش عارف أنت، وهو كده في حاجة تانية، هتبص تلاقيه حضرتك الزغطة حصل لها إيه؟ راحت، أو ياكل زبيب. تخيلوا، جربوا كده، لو لا قدر الله مثلا حد عنده زغطة كده بس ما تكونش نتيجة حالة مرضية، جربوا كله بزبيب زي الفل. تاني حاجة أنا عملها النهاردة، بصوا كده عندنا للكفتة. الكفتة ديت هنقدمها بثلاث أشكال، هنقدمها كفتة عادية وكفتة عرقية وكفتة كمان عندنا لحبايبي، حبايبي اللي هم عندهم حتة لحمة صغيرة وعايزين يأكلوا بيها عيلة كبيرة إن شاء الله، هنشوفهم إزاي. تعالوا مع بعض كده نشوف. أول حاجة أدي نسبة، ادي لحمه كندوز ونسبه لحمه بتلو الى لحمه ضاني، هنشوف عامله ازاي. لو انتوا شايفين كده اللحمه دي، بصوا كده، انا لما لحمه جبتها في البيت عندي وبعدين لقيت فيها حتت سمين ولادي ما بياكلوهاش، رحت جاي كده مجمعها كده واخدها في كيس. شوف عامله ازاي اللحمه اهي في ايدي، الله ينور يا عيني. بصوا كده اهو، خدت حته لحمه كده اللي هي ايه ملبسه زي ما بيقولوا كده، خدتها. انا عارف ولادي ما بياكلوهاش، حدين يمسكوا اللحمه كده يفصوها، رحت جايب عليهم حته بوش ضاني، ضاني تنظيف ضاني، كان عندي فخده ضاني هتنضف اهوت، ورحت جايب عليهم كندوز اهو، وهاخد الكلام ده كله افرمه مع بعض. هنفرمه مع بعض كده، ناخد دي نقطعها. طب النسبه كام؟
الحد الاقصى للنسبه اللي هي 2 الى 1، 2 احمر خالص الى 1 تنظيف عند حضرتك، 2 احمر خالص الى 1 تنظيف، ودي النسبه المعتاده الجميله جدا جدا اللي ممكن حضرتك تستخدميها في البيت وتبقى زي الفل. مع بعض كده هنشوف، بعد كده هوريكم الاشكال دي تبقى عامله ازاي وهنشتغلها ازاي، وان شاء الله تبقى حلقه النهارده حلقه موفقه. تاني حاجه النهارده هنقدمها ان شاء الله، النهارده هنقدم شوربه. الشوربه دي مش معناها ان انا النهارده هقدم شوربه ان انا عندي مشروب ما اخدش شوربه، لا، ممكن اقدم شوربه ومشروب. والشوربه هنا عندنا النهارده هتبقى عباره عن شوربه خضروات بالدجاج، وهتلاحظوا فيها حته صغيره، تركه صغيره جدا جدا لما نيجي نعملها ان شاء الله هتشوفوها معموله ازاي. طيب الحاجه اللي بعد كده هنقدمها النهارده ان شاء الله، هنقدم عندنا النموره، ولكن النموره علشان تدخليها الفرن لازم يكون ليها تركه صغيره معينه علشان تطلع معاكي الجلاش ناعم. مش احنا احيانا نعمل جلاش في البيت بنلاقيه كده بيعض معانا، يعني ايه بيعض معانا؟ يعني ليه ناشف شويه؟ النشفان دوت نتيجه حاجه معينه. بصوا كده معايا، ادي النموره اهي، عملتها وطبعا عاملها قدامكم، اخدتها بعد كده ورحت حاسقيها سمنه، سمنه بلدي ومش الزبده، واسيبها تتشرب مده لا تقل عن ربع ساعه. وبعد ما بتتشرب واتاكد انها اتشربت تماما، حتى كمان لو عندك تكييف هتلاقيها شويه مسكت من فوق كده، باخدها ادخلها الفرن على درجه حراره 170 درجه مئويه، وهدخلها الفرن دلوقتي عشان لما تطلع ان شاء الله نديها السيرب بتاعها. يبقى انا دلوقتي علشان ابدا الحلقه خدت النموره ديت ادخلها الفرن كده بالراحه عشان نشوف بعد كده هيكون شكلها عامل ازاي. اهو لما تطلع ان شاء الله وهوريكم واحده ازاي بنصنعها من اي تو زد، واقفل عليها الفرن واقول له كده خليك معانا شويه علشان بعد كده ان شاء الله هنشوف الدنيا معانا عامله ازاي، وهنتابعها كل شويه. نرجع تاني للكفته، قطعنا اللحمه اهي زي ما انتم شايفين. اي قطعه من اللحمه يا شيف محمد تنفع للكفته، اي قطعه. انا جايب هنا لحمه لا فرس، اسمها فرخه الموزه، والموزه فرخه الموزه اللي بتبقى جنب الموزه كده، حته لحمه برده تعتبر طايره شويه وفيها جزء من الموزه، الموزه اهي اللي هي الحته اللي فيها العروق ديت، دي بتدي عرق للحمه زي ما انتم شايفين كده، ودي اسمها فرخه الموزه اللي بتبقى جنبها ما فيهاش اي عروق خالص على الاطلاق. طب ينفع من وش الفخده؟ ينفع، ينفع من السمانه، تنفع، ينفع من اي حته، ينفع من اي حته من الذبيحه الكفته، مفيش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده النسبه عندي الحد الاقصى زي ما احنا قلنا اللي هي نسبه 2 الى 1، 2 لحم احمر الى 1 دهون، او الى 1 دهون تكون غير قابله لانها تسيح. يعني ايه؟ مش فاهمين الكلام ده، واحنا بنفرم هنفهمكم. يعني ايه دهون غير قابله انها تسيح؟ احيانا الناس تجيب دهون كلاوي، احيانا الناس تجيب دهون كلاوي علشان تبدا تستخدمها في الكفته، وده اكبر خطا ممكن يقع فيه. ليه بقى اكبر خطا؟ لان دهون الكلاوي بتخش على النار بتسيح، بتسيح، وهنا ما بتسيح بتلاقي الصابع اللي قد كده بقى صغر جدا جدا جدا، وبقت اصلا تعمل دخله كتير، وده مش صح. وبرده هنتكلم على الشروط الشوي، لو حشو على فحم زي النهارده كده شروط الفحم يكون عامل ازاي، مع بعض كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنا هناخد اللحمه دي كده نحط جزء منها هنا فوق، ادي النسب اللي انا عايزها من اللحمه. هجيب سكينه كمان عشان ابدا اقطع الجزء اللحمه، ايوه في عندي صغيره اهو قطع صغيره، ببدا اخدها هنا من الدهون. لازم قطع تبقى صغيره عشان الماكينه ما تقفش مع حضرتك، وده شرط اساسي ان برده لازم القطع بتاعت الدهون تبقى صغيره كده اهو. حته من الضاني، حته من البتلو. ايه لازمه البتلو بقى؟ البتلو بيخلي اللحمه الصابع اللي هو الصغير قوي قوي اللي هو قد كده اللي هو تخني كده، سبحان الله بتلاقيه نفش. البتلو بيخلي الصابع اللي هو رفيع كده تلاقيه نفش، سبحان الله كده. البتلو هو ده فعلا بيخلي اللحمه كده. نروح بسرعه كده ونشوف، هنشغل المكنه ونشوف هنعمل ايه. اهو بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ننزل كده واحدة واحدة. ولما انا بفرم كده بحط قطعة حمراء مع قطعة تكون فيها دهون، تنزل اللحمة بالشكل ده. شايفين ازاي؟ هو ده الكلام اللي عايزين نوصله لحبايبنا
مشاهدين الكرام على تلفزيون تاني. جميلة حبيبتي، تسلمي. نحط حتة بتلو بقى عشان ايه الحبايب. لحمة صاحية. حد يقول لي يا شيف انت كده بتفرم دهن كتير فيها، لما كده الكفته هتبقى يعني احنا عندنا كوليسترول وعندنا حاجات. بصوا يا جماعه خلينا نتكلم بصراحه، الكفته لا تصلح للناس اللي عندهم كوليسترول عالي، يعني ياكل منها حته صغيره، لان اصلا هي اساس الكفته لازم يكون فيها نسبه دهون ما بتصحش كتير. ليه الكلام دوت؟ علشان اصلا الكلام ده بيخلي الكفته تبقى كفته جوسي، ما تبقاش عباره عن قطعه حطب الواحد بياكلها. خلصت كده كفايه قوي كده، بعدين هنكمل بعد كده. ناخد الكلام ده كله ونعمل فيه ايه بقى؟ بصوا عليا واحده واحده، علشان انا حضراتكم بحبكم كده تركزوا معايا كويس جدا. هنجيب حاجه كبيره تانية زي دي كده، زي ايه؟ اهي. وهبدا افصل ثلاث اجزاء. اولا كفته الحادي، رقم واحد كفته الحادي. هقوم جاي واخد ادي، وعندي برغل اهو، وعندي كمان ايه؟ يبقى برغل، وعندي بصل، وعندي ميه بصل، وعندي كمان الملح. بصوا يا جماعه، واحده واحده. اول حاجه هعمل دي كله كفته حاتي. كفته الحاتي عباره عن ايه؟ عباره عن لحم مفروم عليه ملح اهو، فلفل اسود وملح، واخد بصل مبشور اصفيه من ميته تماما واعمله هنا كده، وادعك. دي اسمها كفتة ايه؟ واحدة واحدة معايا، كفتة ايه؟ كفتة حاتي. بصوا لي كده، كفتة الحاتي. كفتة الحاتي عبارة عن ايه؟ تاني عبارة عن بصل مبشور مع ملح، تاني شوية ملح اهو، مع فلفل اسمر، وادعك اللحمة كده علشان تعمل معايا عرق. شايفين ازاي؟ اه. طيب، كده كفتة الحاتي. طيب، رقم واحد يا استاذ فتحي، نزل كفتة الحاتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لحم مفروم بالنسب اللي احنا قلنا عليها، زائد بصل مبشور، زائد ملح، زائد فلفل، عشان ننقل على الخطوة التانية نشوف هنعمل كفتة تين. يبقى كده رقم واحد كفتة الحاتي. رقم اتنين نزلت، انقل. طيب انا اسمي السمك. طيب بصوا كده. طيب كفتة حبايبي هي نفس كفتة الحاتي بنفس النسب، ملح فلفل، وهديها برغل. قد ايه برغل؟ بنحط في حدود 150 جرام برغل على الكيلو. 150 جرام برغل على الكيلو. بنقع البرغل في ميه لمده ربع ساعه، ايوه، بالنسب اللي احنا قلنا عليها، وملح وفلفل. الله ينور عليك، حلو قوي كده. انزلي بقى بكفته حبايبي، نفس المقادير السابقه، بنديها برغل. ماشي؟ يبقى بنحط برغل قد ايه؟ بنحط على الكيلو في حدود، ايوه، حلو قوي. دي كفته حبايبي. بسميها حبايبي ليه؟ لان هم فعلا حبايبي بجد. يعني النهارده الاسعار غليت، فالنهارده ممكن ياكل ولاده كلهم عيله كامله بنص كيلو كفته، ويعمل كميه كبيره 150 جرام برغل، وادعك البرغل معاه. الله، مش هنحطه في الكبه تاني يا شيف محمد، لا، لو حطيه في الكبه تاني قلبت معاك الايه؟ الكوبيبه. انا بعمل كده اهو زي ما انتم شايفين كده، راحت معالم البرغل، وفي نفس الوقت هتكتر الكميه معايا. ال 150 جرام برغل لما بيزيدوا بيديني في حدود 300-350 جرام برغل بعد ما بيزيدوا خالص من الميه، ببدا اخدهم كده وابدا اعملهم كده. يبقى دي اسمها كفته ايه؟ مش سامع، كفته حبايبي. بعد كده هناخد بقى كده نعمل ايه؟ كباب الضاني. الكباب الضاني عباره عن ايه؟ واحده واحده مع بعض. عباره عن بقدونس، كباب الضاني، بقدونس. اجيب بس بوله ثانيه عشان اوريكم. يبقى كده قبل ما نطلع الفصل بتاعنا هكون وصلنا لثلاث انواع من الكفت عندنا، اللي هو كفته الحياتي، كفته حبايبي، والكباب الضاني. الكباب الضاني بيتعمل باللحمه مفرومه كده، ايوه. الكباب الضاني بتعمل، ناخد اللي هيبقى شويه بقدونس كده مفرومين اه، واقوم جاي واخد طماطم، قطع الطماطم اهي، اقطعها طماطم قطعتها مع البقدونس بالشكل ده كده، ومع الاحتفاظ دي الكفته العراقي.
دي الكفته الكباب العراقي بيسموها هناك كباب. الكفته في العراق بيسموها ايه؟ بيسموها كباب. نبص كده الكلام ده كله هنعمله ازاي. بصوا لي كده، انا جايب سيخ حديد عادي جدا اهو، الله نور، ادي السيخ اهو، بناخده كده ونبدا نجيب ميه بصل عليها شط ملح وفلفل بالشكل ده، وايديا بس كده في الميه، وابدا اخد قطعه واعملها ازاي كده. بصوا يا جماعه اهو، بصوا لي كده هعملها كده اهو، شوف الكفته عامله ازاي ليها عرق، واخدها كده بصوا لي واحده واحده اهو، هعمل كده كده اهو، عملته كده فردته في السيخ، ابدا اخرزه بالشكل ده كده، نطلع اختها من تحت اهي، جميل حلو قوي. نيجي على كفته حبايبي اهي اللي هي فيها البرغل، اخد ده كده تاني في ايديا كده، وابدا هنا ميه ببصل بفلفل بملح، وابدا اعمل كفته حبايبي اهو، افرد كده اهو، ونطلع كفته حبايبي اهو بالشكل ده كده من هنا، ونقول لكم اهي ايه ده، ده اللحمه دي يا شيف محمد بقت لونها غير دي، اللحمه دي لونها غير دي، ما دي عليها بصل، لو تقعد بالبصل بتاعها بعد فتره هتلاقي دي بقت ليه اللون دي بالظبط. نيجي كفته الحاتي نفس الشيء، خلاص مش عليها حاجه، عليها بصلها، عليها الفلفل، عليها الملح، واخدها كده وابدا ان انا اعملها كده. بص كده يا ام مريم، يا ام مريم ازيك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا ام مريم، اهلا بيك يا ام مريم، اهلا بيكي. وطي الضيف شويه اسمعيني. انا عملت كفته الحاتي في البيت وتلاقيتها بتفك مني على الشوايه، على الشوايه عندي شوايه كهربائيه بتفك مني. على الشوايه الكهربائيه كمان؟ تلاقيتها بتفك مني. على الكهربائيه كمان بتفك؟ طيب. شفت المقادير دي يا ام مريم؟ ايوه. خدت بالك منها؟ الشوايه اللي عندك زي دي يا ام مريم؟ ولا زي دي؟ زي اللي هي فيهم؟ لا مش زي دي، لا مش زي دي، عندي كهربائيه العاديه. ما دي كهربائيه اهي؟ لا مش دي. يعني زيها؟ يعني ما دي كهربائيه، دي بتشتغل عندنا على البوتاجاز؟ على البوتاجاز اهي؟ دي على البوتاجاز؟ دي كهربائيه عاديه جدا، ودي فحم. ماشي؟ ايوه. بص بص قدامك انت اهو، مش كفته الحاتي؟ في كفته الحاتي يا جماعه؟ كفته الحاتي اهي. اللي هي دي فين هي؟ احنا عملناها فين؟ ايوه، بس هي بتفك مني ليه؟ هوريها لك حالا يا ست الكل. بص كده معايا، اتفضل. طب بص لي كده اهي، بص كده معايا، ايوه. هنرصها اهي، وهنطلع الفاصل يا ام مريم، وهنشوف هتفك معانا ومش هتفك، وهنسويها على الفحم، وامتى نقلبها على الفحم، كل الكلام ده ان شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل الصغير بتاعنا اللي قد ايه يا عم فتحي؟ قد كده، ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل الحلقه. وخلي بالك يا ام مريم، كل اللي انت عايزاه في الحلقه دي هتلاقيه ان شاء الله من ريحه الكفته، تفك ما تفكش، ازاي تبقى كويسه، ازاي تبقى ناشفه مني، ازاي تبقى طريه، كل الكلام ده بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. اهلا بيكم، رجعنا لكم. وزي ما انتم شايفين كده الكفته بتاعتنا حطيناها هنا على الفحم هنا اهو، دي فحم عادي قدام حضراتكم اهو، نقلبها قدام حضراتكم اهو. وعندنا كمان على الشوايه اهي قدام حضراتكم، نبدا نقلبها بالراحه اهو كده، ما فكتش خالص زي الفل. ناخد دي كده كمان بالشكل ده، اخد دي كمان كده اغطيها. ماشي. بعد كده عندي كمان هنا، ابص عليها اهو، بس دي بقى فيها يعني مش هقول غلطه، هقول فيها بروبلمايه صغيره، اللي هي هنا لما تعمليها حضرتك محتاجه
ان النار تبقى تحت عاليه قوي. ليه؟ لو النار مش عاليه قوي هتلاقي بدات تنزل كميه الدهون اللي فيها بالشكل كده. لما النار بتبقى كويسه بتعمل عمليه شوك ليها، لكن هي هتستوي كده زي الفل مفيش اي مشكله خالص. بس انا بقول لحضرتك يعني يفضل ان يكون النار تحتها عاليه قوي. ماشي زي ما انتم شايفين كده. وفي ناس على فكره تحبها كده، تقول لك اه والله احنا هنحطها على نار هاديه شويه عشان تنز الدهون اللي فيها، تنز. شايفين ايه؟ تنز، كلمه واضحه وصريحه ما فيهاش اي حاجه خالص، تنز الدهون اللي فيها. اه زي ما انتم شايفين كده بالراحه. اه خلاص كده نغطي عليها تاني ونقول لها مع نفسك لغايه لما تستوي. لكن زي ما انتم شايفين كده هنعمل كمان لسه سيخ تاني وهنسويه كده على النار ونشوف امتى هنقلبه على الفحم كمان، بس ده بعد ما يستوي معانا شويه كده. نبص كده وعندي كمان النموره ابدا اوطي عليها اهي، علشان بصوا يا جماعه كل وانتوا واقف في المطبخ عشان كده احنا لما اشتغل هوا ممكن نتحرك بسرعه. ليه؟ لو في عندي حاجه في الفرن، حاجه على الشوايه، حاجه هنا، بنبقى عينينا في كل حته. انا بس ضربت طرف عيني كده، طرف عيني كده عن فتح، بص كده وانا واقف كده، بص عملت كده لمحت النموره على طول، لازم اتحرك بسرعه واشوف النموره اخبارها ايه، والا تبقى قدام المشاهد حاجه مش كويسه. بصوا كده النموره اهي للصاله شويه اهي عشان تستوي اهي قدام حضراتكم اهي. ماشي اهو نخليها تاني شويه. هتحط عليها سمنه قد ايه؟ كتير. طب السمنه كتير دي على النموره مش هتبقى ضاره بالصحه؟ هتشوفوا هنعمل فيها ايه بعد ما تطلع ان شاء الله. هنصفيها تماما من السمنه اللي فيها ونبدا نديها السيرم مع بعض كده. هنعمل ايه هنا دلوقتي؟ هنعمل عندنا شوربه. بصوا كده شوربه خضروات بالدجاج. اول حاجه في الشوربه ديت لو تبصوا كده هتلاقي فيها شويه مكونات، بس قبل ما اعمل الشوربه هنوه على حاجه صغيره جدا. هل ممكن الكفته ديت باي شكل، سواء هنعملها بالرز او هنعملها بحاجه ثانيه، هل ممكن حضراتكم انها تتاكل من غير شويه سلطه جمال وشويه طحينه وشويه زبادي؟ نيفر، مستحيل. عشان كده جهزنا لكم عندنا ادي سلطه خضراء اهي بالبصل، وجهزنا لكم عندنا كمان شويه سلطه الزبادي علشان حضراتكم تبداوا تاكلوه. ناقص ايه تاني للطبق دوت؟ ناقص سلطه طحينه. هنعملها مع بعض ازاي الطحينه بتاعتنا تطلع تخينه وتطلع زي الطحينه بالظبط اللي احنا بناخدها في المحلات. بصوا معايا هنا على الطبق اللي جاي. اول حاجه عندنا في الشوربه عندنا مجموعه خضروات زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه. الشوربه بتاعتنا عباره عن خضروات، كوسه، جزر، طماطم، فلفل، بصل. كوسه، جزر، طماطم، فلفل، بصل، وعندنا كمان بقدونس، وعندنا كمان زيتون اخضر، وعندنا كمان جنزبيل فريش، وعندنا كرافس، وعندنا قطع من الدجاج، وعندنا زيت وزبده وملح وفلفل. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي احلى شوربه عندنا ممكن نعملها ازاي. اول حاجه هنا هقوم جاي واخد بصلايه، بصلايه اهي، ادي البصلايه اهي، واخد البصلايه ديت وابدا اقطعها عشان احطها في قلب ايه؟ احطها في قلب الشوربه هنا مع بعض كده واحده واحده. ادي البصلايه اهي. يا مدام ليلى السلام عليكم. يا مدام ليلى ازيك يا شيف محمد؟ اهلا مدام ليلى، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ست كل، اهلا بيك، منور الدنيا كلها. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيف محمد. عملت البط بطريقه حضرتك بتاعت امبارح طلعت تحفه. ليه ايه؟ البط ايه رايك طيب بجد؟ تحفه بجد يا شيف محمد، تسلم ايدك. اختلف الطعم شويه ولا اختلفش؟ كتير فعلا. لا انت شطارتك بقى، طريقه حضرتك البصله اللي عملتها فعلا غيرت طعمه خالص. غيرت الطعم تماما. تماما. دي انت شاطره بقى على كده. ربنا يخليك، دي شطارتك يا شيف محمد. الله يخليك يا ست كل، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك، كنت هتصل بحضرتك النهارده واطلب الكفته لانك حضرتك عاملها. طب كويس قوي. ربنا يخليك، مش مخلي نستنى في حاجه يا شيف. الله يخليك، ربنا يبارك فيك، بشكرك جدا جدا على اتصالك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ست كل، ربنا يخليك. ربنا يخليك. ميرسي جدا على اتصالك. زي ما انت شايف كده ده البصله، بنديها هنا ادي الجزر. ايه ده؟ ايه التقطيع الغريب ده؟ كبير. ايوه متعمد. اه والله. ليه؟ عايزين ناكل نمضغ مش نبلع. عايزين نمضغ مش نبلع، يعني ناكل شويه نحرك الفكين. كل حركه بنتحرك من الفكين كل ما يحصل عملية فقد في السعرات الحراريه. والله بكلمكم بجد، يعني لما واحد يشرب حاجه كده على طول غير لما ياخد فاكهه يدنه ياكلها، ممكن تكون قيمه غذائيه واحده
في العصير بتاع الفاكهه الفريش مع الفاكهه او الفاكهه الفريش تتاكل كده، ممكن تكون القيمه الغذائيه واحده، لكن حركه الفكين ده بتدي فقد للسعرات الحراريه، فاحنا محتاجين الكلام ده ان شاء الله علشان نبدا ان احنا نخس شويه. ادي الجزر مع البصله، والبصله كبيره زي ما انتم شايفينها، مع البسله مع بعض كده. شوفوا كده، شوفوا التركه دي، انا عندي هنا ايه؟ بنجر. ايه ده؟ انت عايز تخاطب فئه معينه من الناس؟ ايوه، عايز اخاطب ولادنا حبايبنا اللي ما ياكلوش كتير خضروات، اللي عايشين على طول على الرز والعيش والمكرونه، وتحط لهم طبق السلطه يقولوا عليه لا، اللي دايما تعبنا، ولادنا الصغيرين احبابنا، لازم نحط لهم حاجات مكونات كتيره جدا في الشوربه اللي هي بتاعه رمضان، علشان يبداوا ان هم يكونوا جسمهم، علشان ان شاء الله يبداوا يعيشوا حياه سعيده جدا خاليه من الانيميا. مين معنا؟ استاذ عباس. الو، بشكرك يا فندم، يا ريت تكلمنا تاني. زي ما انتم شايفين كده، ادي عندنا ببدا واحده واحده كده بالراحه اخلصها. ادي الكفته، بصوا كده معايا. بعد ما اتاكد ان الجزر والبسله والبنجر شويه استووا ماشي، بيكون عندي بيون دجاج، وبكون عندي ادي الكوسه اهي، والبقدونس بس بحطه في الاخر ماشي، وممكن احط ورق ولورا وحبان، بس انا اوريدي حاطه فين؟ في الشوربه. هاخد ادي الزيتون، شويه زيتون كده معايا، هيدوني تيست، جربوا اخضر او اسمر، جرب حضرتك كده، زيتون اخضر او مش كتير يعني، عايز بس كده 10 حبات زيتون يتحطوا معاها علشان يدونا تيست ان شاء الله، وتبقى كويسه جدا مع بعض كده واحده واحده. وانا برضو في نفس الوقت عيني على ايه؟ ها ست البيت الجميله مش تتابعني دلوقتي، عينك على الفرن حضرتك، لو حط اي حاجه في الفرن عينك عليها، مفيش اي مشكله خالص. شيف شريف بيوم الفنان العظيم، شيفنا الشيف محمد فوزي حبيبي. يا شيف ازيك؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ اهلا اهلا، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا شيف، والف مبروك القناه الجديده، وان شاء الله رب دايما منور كده التلفزيون. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، انا قلت بس اتصل بيك اهنيك وتسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي بتعملها دي. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، رب منورنا ومنور الناس كلها، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي يا شيف، ربنا يبارك. شيف شريف بيوم الفنان العظيم الرسام الجميل حبيبنا وشيفنا، جميل جدا جدا، بشكرك جدا جدا على اتصالك. نقلب مع بعض كده اهو، وبعدين اجيب البيون الشوربه وابدا احطها، واخر حاجه احطها الدجاج، وابدا اغرف طبق الشوربه دوت. ان شاء الله هتشوفوه شكله عامل ازاي يا ام هاني. يا حاج محمد اهلا يا ام هاني، اهلا بيكي. يا اهلا يا اهلا، المانجا طلع بقى، عاوزين مانجو شكل يا ست الكل. اهلا بيكي، اهلا بيكي، تخلي لنا المانجا بقى. المانجا مانجو شكل يا ست الكل، يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ ايه مشاهدينك؟ انا عملتها على طريقتك بس نسيت المقادير يا ست الكل. عينيا بس كده، عينيا حاضر، الامر لله يا حبيبي، عينيا يا ست الكل بس كده، ربنا يكرمك يا رب، نعمل لك المانجو شاتلي عينينا، ننزلها لك ان شاء الله، ونعملها لك، ونعمل لك معاها اصناف ان شاء الله باذن الله رب العالمين. تؤمرين يا ست الكل، كل سنه وحضرتك طيبه. يا اهلا بيك يا ام هاني، زي ما انتم شايفين كده بنقلب. يا حاج علي السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ كل عام وانت طيب يا استاذ محمد. وحضرتك طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. السنه الجايه كده على عرفات ان شاء الله. امين يا رب، انا وانت يا رب، وكلنا جميعا على كل سمعنا يا رب. عايز طريقه الكفته تقولها لي، احنا ما حضرتهاش. حبيبي يا حاج علي، عينيا حاضر. طريقه الكفته بالظبط عشان بتفكوا مني. حاضر حاجة، حاجه ثانيه؟ لا شكرا يا باشا. عينينا يا حبيب قلبي، تسلم لي. كل عام وانت طيب. بصوا لي كده يا جماعه، اشكرك جدا، بصوا لي كده، بصوا لي على كم الجو او كم الدهون اللي نازل في قلب الكفته، ودي طريقه انا عارف ان في ناس كتير جدا بتحبها. هتقول لك انا اعملها كده وبعدين اشيلها انزعها، او اخدها بمعلقتين او بشوكه واحطها في الطبق واكلها تبقى زي الفل، ولكن انا شخصيا بقول لكم لو عملتوها بالطريقه دي اللي هي على الفحم ان شاء الله حواليكم صبعا منها مش هيقع، برضو هتنزل الدهون الموجوده على الفحم. طب ايه شروط نجاح الكفته على الفحم؟ ده هنقوله ان شاء الله بعد ما اخرج جميل جهاز فاصل كده جميل، علشان ان شاء الله نرجع تاني نعمل شويه الرز بتاعنا، ونوريكم كمان ازاي الناموره تتعمل. وهنبص على الناموره قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا يا استاذ فتحي. ادي الناموره خلصت اهي، اول حاجه في الناموره عشان ارجع تاني
ارجع تاني، ارجع تاني اوريها لكم اهي. 100 100 تسلم لي. بص كده يا استاذ فتحي، هعمل حاجه صغيره جدا في النموره ديت. هقوم جاي واخد صينيه زي دي كده اهو. لحظه بس اوسع لك مكان عشان اوريك انا هعمل ايه. هعمل حاجه لذيذه قوي عشان الناس تقول لك ايه، هتحط كميه السنه دي عليها يا شيف محمد؟ لا ده كتير قوي قوي قوي. هقول لكم لا يا جماعه مش كتيره ولا حاجه. هناخد دي كده ونعمل دي كده. هنبص كميه السنه ديت، هاخدها هنا كلها. بص كده استاذ فتحي معايا لحظه. بص كده، بص بص، بصيت بصيت كده، بصيت في الطبق فيه ايه؟ كله ايه؟ مش لا ما فيهوش فيل ولا حاجه. ما فيهوش فيل ولا حاجه اهو. في كميه السمنه اللي احنا ايه حطيناها، شايفين ازاي؟ شايف شايف ايه؟ شايف الكلام ده ولا مش شايف؟ ها بص كده، السمنه كلها اتصفت. فاصل صغير قد كده ونرجع تاني. هنرجع نسقي النموره ديت ونشوف الرز هنعمله ازاي بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. اهلا بيكم، رجعنا لكم. نبدا نرص الكفته بتاعتنا اهي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، على ثلاث شوايات مختلفين. كل شويه منهم موجوده عندك او مش موجوده عندك، انت حره بقى خلاص تصرفي حضرتك. الموضوع بتاعك انت خلاص كده اهو. لو تلاحظوا هنا مثلا نقدم هنا مع سماء، سماء وبصل دعكتهم مع بعض مع شويه بقدونس. هنا فرشه بقدونس وهنقدم كمان معاش. وهنا دي كمان ممكن اقدمها كمان هنا مع الرز، بس بعد ما اعمل الرز هشيل بقى الكلام ده من هنا. ليه بقى؟ لان لو سبته كده اكتر من كده هنا هتبدا الكفته تستوي وتنشف. ايه ده؟ هي الكفته ممكن تنشف على النار لو انا سبتها اكتر من اللازم؟ طبعا اكيد شور. عشان كده بنقول لحضراتكم ايه؟ دايما الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. دايما الكفته عندنا لما تستوي زياده عن اللزوم تشد، تتحرق تشد، ماشي؟ بس لازم تكون ايه مستويه، ما ينفعش تكون ايه كفته مش مستويه. عشان كده بنقول ايه؟ حضراتكم تابعي الطريقه واحده واحده وهتلاقيها زي الفل. هنحطها هنا كده عندنا لغايه لما نغرفها على الرز بعد كده ونشوف الرز بتاعنا هنعمله ازاي. بصوا معايا كده، رز بسمتي، بصل، كركم، ولا لورا حبهان. رز بسمتي، بصل، كركم، ولورا حبهان، ماده دهنيه مع بعض كده، زيت او سمنه. اول حاجه اهو هنحط عندنا ادي شويه الزيت اهو، واحط هنا ورق لورا حبهان، بصلايه، انزل بالرز بسمتي نقعته لمده نص ساعه في ميه عاديه. بسمتي نقعته لمده نص ساعه في ميه عاديه وصفيته. اخده احطه هنا. بسمتي ياخد ضعفين ميه، بسمتي ياخد ضعفين ميه. احط كده ادي شويه الكركم واجيب ميه سخنه نحطها على طول كده. نشوف مع بعض كده، ميه سخنه اهو. انا نقعته وبالتالي مضطر اديله ايه مش ضعفين، مره ونص عشان يطلع معايا. بعد كده اظبط الملح كده واغطيه واقول له مع نفسك تستوي قد ايه؟ خمس دقايق على نار بتغلي، 20 دقيقة على نار هادية جدا. اغرف الرز وانا مطمئن مفيش أي مشكلة خالص. أنا عندي رز مجهزه قبل كده، قبل كده في الحلقة مجهزه أهو حضراتكم، علشان بس أنا عارف إن وقت الحلقة ضيق. أدي الرز أهو أنا مجهزه. نبص شكله عامل إزاي أهو قدام حضراتكم. هنبدأ إن احنا بقى ناخده ونغرفه ونقدمه لحضراتكم تحتيه كفته. وانا قدمت الكفته بايه؟ قدمت الكفته ببقدونس بس تحتها مع عيش بلدي هوريه لكم. قدمت الكفته عندي مع تحتها رز، قدمت الكفته مع السماء ومع البقدونس. ثلاث انواع من الكفت، كفته حبايبي اللي هي فيها البرغل، كفته الحاتي اللي هي من غير برغل، كفته او كباب العراقي اللي هو بياخد طماطم
وبصل هشيء بيكون فيه طبعا بصل هشيء وطماطم وبقدونس، ومع بعض كده هنشوف الدنيا عندنا ماشيه ازاي. تعالوا مع بعض نشوف بعد كده هنعمل ايه. بعد كده عندنا ادي النموره طلعت اهي، هبدا ان انا اسقيها اديها السيرب. بصوا كده هعمل ايه يا جماعه اهي عشان وهي سخنه تشرب معايا، شايفين كده؟ وهوريها لكم، هنرجع تاني فلاش باك ليها ونرى لكم بتتعمل ازاي واحده واحده. احلى نموره. وهنقلبها في طبق ان شاء الله. فاضل عندي ايه كده اطلعها حضراتكم؟ فاضل عندي الشوربه، بس انا هستاذنكم هعمل حاجه صغيره جدا. ان انا هعمل ايه؟ احنا قلنا هنتفق مع بعض هنعمل مع بعض السيخ من الكفته على النار، نشوفه ليه بيسقط مننا على النار وليه ما بيشتغلش معانا. بصوا كده، لاحظوا معايا كده الفحم عامل ازاي. بصوا لي كده، الفحم هنا اسمه فحم مات. مات يعني ايه؟ يعني خلاص الدهون اللي موجوده الدهون اللي موجوده في الكفته نزلت على الفحم ده، فخلته ايه؟ خلته يطلع اول اكسيد الكربون، وده يعتبر ماده خطره جدا جدا على الصحه. عشان كده بيقول ايه؟ بنقول لما الفحم حضرتك تلاقيه كده ما تحطيش عليه حاجه خالص غير بعد ما تهوى عليه ويرجع تاني زي الجمر، كانك بالظبط بتشوي ذره. دي معلومه صحيه، خلي بال حضرتك منها، لو خدت بالك منها هتاكلي كفته صحيه بنسبه 75%. ازاي 75%؟ ما احنا خلاص قلنا كل الملاحظات اللي انت عايزها. 75% ليه؟ تبقى 100% بقى؟ لا، الفحم عمره ما يقف 100%. الفحم كده كده اصلا هيطلع اول اكسيد الكربون، لكن لما يكون اساسا الفحم عندي مولع كويس قوي وعامل زي الجمر بيكون نسبه اول اكسيد الكربون قليله. ولكن لو جيت على الفحم وخليته بالشكل كده بيكون نسبه اول اكسيد الكربون عاليه جدا جدا، وبالتالي بتلاقي الحاجه مش صحيه. عشان كده لازم نولع الفحم كده، وانا بولعه كده طبعا مش هتستنوا معايا خمس دقائق او سبع دقائق او دقيقتين او ثلاثه لغايه لما اولع. هستاذنكم واستاذن مخرجنا الجميل في الفاصل الصغير بتاعنا اللي قد كده، ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين كده بنجرنش بفلفل الوان وبصل مشوي اهو وطماطم مشويه بالشكل كده اهو قدام حضراتكم، وممكن فلفل اخضر مشوي كمان بالشكل كده، ممكن اديها كمان شويه بقدونس صغيرين كده. شايفين ازاي يا جماعه؟ الموضوع سهل جدا وبسيط قوي. مفيش مانع ابدا ان انا اجيب هنا برضو فلفل الوان احطه كده مشوي بالشكل ده. مفيش مانع ابدا ان انا اجيب فلفل برضو اصفر، فلفل اخضر بالشكل ده كده. هنا برضو مش هنحرمها برضو من انس كده، وهنا بصلية كمان هنا. بقى سهله جدا وبسيطه. ناقص عندنا الشوربه. بصوا لي كده، الله ينور يا فتحي عليك وعلى مصورينا الجمال. بصوا لي كده يا جماعه، الشوربه خدنا ادي الشوربه اهيت. بعد ما كل حاجه استوت 100% هبدا اديها الدجاج، قطعه من الدجاج وكبيره، ظبط الملح حلو كده، والبنجر شوف عامل ازاي البنجر، وابدا اخد الشوربه دي كده اغرف. يا سلام عليا. بصوا بقى، انا عايز اقول لكم بصراحه طبق شوربه ايه ولا احلى ولا اجمل من كده. انا عايزكم ايه ان شاء الله اللي يفطر يدعي بس ايه للعاملين ولقناه تني ويدعي لي بس كده. يا سلام.
حلو كده؟ أظن مفيش طبعًا أطعم من كده ولا أحلى من كده. ليه؟ عايز أقول لكم حاجة كويسة جدًا جدًا، كل ما هتكتر الألوان في الشوربة وفي السلطة كل ده ما هيكون مفيد جدًا جدًا لحضرتك وولاد حضرتك. طب إحنا فاضلنا إيه دلوقتي؟ قدمنا المشروب، قدمنا عندنا كفتة، فاضلنا السيخ بتاع الكفتة. لسه النمورة طبعًا، أنا عارف لسه النمورة. النموره لسه انا عارف والله العظيم، وحياه خالي حسن عارف. بصوا كده هناخد ده كده صبعه بس، امسح دي كده الاول. بصوا كده، احنا امبارح عملنا القشطه الكدابه صح كده؟ انا عارف، اه عارف يا شيف. طيب بعد ما عملنا القشطه الكدابه هوريكم حاجه دلوقتي صغيره. ادي صبع الكفته ماشي، اه هاخده كده واحطه هنا وابدا اهوى عليه في حته بس فحمه كده، اهي اجيبها بعيد شويه واطلع حته فحمه تانية. احاول بقدر الامكان اخلي الفحم المولع تحت ايه، تحت الشوايه كده والفحم واقف، عايز حد يهوى عليه. ماشي اهو هنهوى عليه كده. امتى اقلب؟ هقول لكم لو حضرتك حبيت تقلب الكفته دي قبل ما تشمع، اسمها تشميع كفته، بشمع الكفته من تحت بعد ما اقلبها على الوش الثاني عشان الكفته تبدا ايه تستوي معايا. لو حاولت تقلبيها كل شويه هتعمل كده وبعدين اعمل كده وبعدين كده هيقع منك السيخ. بشمع وما بسويش تسويه كامله، بشمع وما بسويش تسويه كامله، ببدا ان انا ايه ان انا اعمل كده لغايه لما تطلع معانا كده. هنبص مع بعض كده ممكن نعمل ايه مع بعض. بصوا كده واحده واحده، اغسل ايدي واجي اوريكم النموره. بصوا يا جماعه، احنا قلنا امبارح ان احنا عملنا حاجه اسمها قشطه كدابه. القشطه الكدابه ديت كانت عباره عن حليب، ادينا النشا وشويه فانيليا صغيرين جدا وبعد كده اشتغلناه مفيش اي مشكله خالص. طيب يعني ايه برضو؟ يعني ايه برضو؟ هتعمل ايه تاني النهارده؟ يعني هتحط في النموره برضو قشطه تاني كدابه؟ في قشطه بقى نص كدابه. يا جماعه ده الكدب حرام في رمضان، والله وغير رمضان كمان حرام. بس استنوا معايا بس، عشان ايه احنا بنقول كدابه ليه ونص كدابه ليه وتلت كدابه ليه وكلام من ده؟ علشان مش هي قشطه حقيقيه، لكن انا النهارده هاخد القشطه دي اللي احنا بنتكلم عليها ده اللي هوريها لكم في التلاجه دي كده بالراحه وهنعمل ايه. بصوا كده، هناخد القشطه بتاعتنا الجميله دي اللي احنا عملناها بالحليب والنشا اهو. اقفلي اقفلي بقى، اهي قفلت بايديا. هناخدها كده وهنديها قشطه حقيقيه. ايه ده؟ يعني انت هتاخد القشطه دي تديها قشطه حقيقيه؟ ايوه هديها قشطه حقيقيه. ها وبالتالي كده بقت ايه؟ بقت قشطه ايه؟ ما سمعتش، بقت قشطه نص كدابه مش كدابه كامله. بس في نفس الوقت هقوم جايب جلاش كده بصينيه اهو، هاخد الجلاش كده واخد كده وافرد الجلاش ده كده. ادي الجلاش اهو افرده بالشكل ده اهو، وهجيب صينيه خلاص وهبدا اخد الجلاش ده بالصينيه دي واحدده كده بس اكبر شويه. شايفين ازاي؟ ابدا احدد كده. يا بعد ما عملنا القشطه اللي هي الكدابه هنخليها نص كدابه، هنديها قشطه ودعكه معاها. هناخد بعد كده الكلام ده ونبدا ننزل مقاديرنا بقى يا استاذ فتحي. تنزل عباره عن ايه؟ ورق الجلاش وقشطه وكريمه قشطه ماشي، وفي نفس الوقت عندنا بعد كده ايه؟ عندنا السيرب. بص كده كفته اتشمعت، بصوا لي كده اتشمعت، الله ينور عليك. جلاش كريمة سيرب كريمة حليب، حلو قوي. سجلوا واكتبوا تعالوا تعالى لي. بص كده اه شمعت اهي، السيخ اتشمع. بص يا جماعه ما سقطش، لو سبته يستوي على الاخر لازم يسقط. شوفوا كده اه اه، هسيبه كده اجيبه الناحيه دي لغايه لما يستوي معايا. هاجي هنا على الصينيه دي كده وهقوم واخد السمنه اهي، سمنه سايحه، وهبدا احطها هنا بالشكل ده كده. شايفين ازاي؟ اه سمنه سايحه، واخد نص الكميه دي احطها هنا
واحاول اخليها ليها شفه كده. شفه ليه؟ عشان الكريمه ما تطلعش منها، وبعدين بعد كده تحرق الجوانب. واقوم جاي على القشطه الكدابه دي هخليها نص كدابه، واقوم واخد منها جزء من القشطه الحقيقيه اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اضربها معاها. هتديني بقى تيست بقى غير عادي بقى، الموضوع بقى اختلف. ايوه اختلف. ايه ده؟ انت كل مره هتدينا نوع تاني من الكريمات تتحط في قلب الحشو؟ كل مره ان شاء الله في رمضان، ان شاء الله اذا ربنا احيانا، هنديكم حشو مختلف بكريمات مختلفه، التست بينهم فروقات بسيطه جدا جدا، اضافه مكون معين هيديكي شكل وطعم تاني وكل حاجه. هاخد ده كده هنا ابدا افردها بالشكل ده اهو. ادي الكميه، اجيب معلقه ثانيه. وعينيا على ايه؟ على الكفته. اجيبها على الجنب الثاني. هو ده، تقفي وقفه في المطبخ حضرتك، تبقى بنتي واقفه في المطبخ، كل حاجه تحت السيطره. افرد كده اهو، وما تفرديش قوي لان اصلا كده كده حضرتك لما تضغط عليها هتتفرد ثاني عن كده. بعد كده بجيب الجزء الثاني منها اهو، احطه هنا واضغط كده، ضغطت اهو عليها بس ما اجيبهاش برضه بالحرف قوي، واقوم جاي على الزيادات دي وابدا اشيلها بالراحه جدا، كل الزيادات اشيلها كده. احنا لسه قدامنا كتير صح؟ الوقت مبروك. ها الوقت مبروك صح؟ بص كده اهو، ابدا اخد كده بالشكل ده اهو، ابدا اخد كده بالشكل ده كده بالراحة جدا، بالراحة جدا اهو، ابدا اخد كده. بعد كده بقوم جاي، ركزوا معايا كويس جدا، برضو شغال وعيني على ايه؟ بصوا كده، وعيني على الكفتة، بقلبها على الجنب الرابع. عايزك تبقى واقفة في المطبخ ملكة المطبخ، المطبخ ده مملكتك. قوم جاي على الحراف دي وعاملها كده، شايفين ازاي؟ اه على الحراف دي وعاملها كده. هقوم جاي واخد سمنه بلدي تاني سايحه. حاضر عينيا حاضر اه. هتاخد في حدود كوبايه سمنه بلدي. ايه ده يا شيف محمد؟ كي مش كتير قوي، ما احنا اتفقنا الكوبايه دي في النهايه هتصفى على ربع كوبايه اللي احنا هنبدا نحمر بيها، والباقي هتصفى كله، يعني السنه دي كلها على بعضها بتاخد ربع كوبايه. ايوه بتاخد ربع كوبايه. خلي بالك يا استاذ فتحي، احنا بعد ما نعمل دي كده اهو، نرص ده كده عليها كده اهو بالشكل ده اهو، ابدا اخد ده كده، شايف ازاي؟ وابدا اعمل كده كده، افرد واخد بطرف السكينه مشرشره، ما خلصت للاخر اهو، ابدا اقطعها على 8 بحرفيه وبخفه. حضرتك تعملي كده بالشكل ده، اتاكد تماما ان الكلام ده لازم يقعد عندي بره ربع ساعه لغايه لما كل الجلاش يتشبع تماما بالسمنه، ساعتها ابدا ادخلها الفرن عشان تطلع معايا نموره وتطلع معايا زي الفل. كده الكفته استوت، بعرف استوت ازاي. ارجع تاني للكفته، استوت ازاي؟ اتكه كده، إذا لقيتها طرية أسيبها شوية. أه أتكة كده طرية أسيبها شوية، وشوفوا بقى صبع الكفتة ده تاكليه، لا تقولي لي أبو فلان ولا أم فلان ولا اللي مش عارف في إمبابة ولا في مهندسين ولا في مصر الجديدة ولا في الفيوم ولا في الصعيد ولا ولا. هتعمليه في البيت بالطريقة ديت هتقولي لا كفتة ما أكلتش زيها، واسألوا مجربين. تمام كده. نيجي بعد كده نبص كده، هنطلع الفاصل بتاعنا عشان نرجع ننظف مكاننا، بس قبل الفاصل وعدت مشاهدين الكرام ان انا ما اسيبش اي حاجه عندي الا لما اوريهم كل حاجه بتعمل ازاي. بصوا لي كده، هجيب حاجه صغيره، هجيب ليمونه اهي، وهجيب طاسه اهي، وعدت مشاهديني
مفيش حاجه صغيره ولا كبيره الا ما اعملها. وهجيب شويه ميه سخنه اهي، وهجيب تقريبا في حدود نص كوب او كوبايه او ثلاث ارباع كوبايه او كوبايتين من الميه حطيتهم. علشان اعمل ايه؟ عشان اوريكم الطحينه تتعمل ازاي بكميه قليله جدا، كميه قليله جدا، وتطلع معاكي طحينه ولا اجمل ولا احلى من كده. هنشوفها مع بعض كده واحده واحده، تاني واحده واحده. طيب نعلي نعلي. طيب بصوا لي كده الطحينه، شايفينها قد ايه؟ شويه، والله ما يجوا حتى نص كوبايه. بس اخليهم ميه، وفي نفس الوقت بقوم جاي مدي على الطحينه دي خل. خل؟ ابيض؟ وشويه ملح، واديله ميه سخنه واقلب. هلاقي الطحينه ايه؟ تقلت؟ لا لا لا، خلصت الكفته، خلصت الكفته. خدها كده اهو، الصبع التاني اهو، ماشي، عشان يبقى عندنا الكفته بتاعتنا 100 100. هعمل ايه يا جماعه؟ لما اقلب الكلام ده بالشكل ده كده، هاخد معلقه واقلب اهو. هتتقل؟ لا. ليه مش هتتقل؟ علشان اصلا الميه مش سخنه. طب ما تحط ميه سخنه؟ لا، خلي بالك الميه ديت هتبقى قد كده مره ونص. ازاي؟ هقوم واخدها كده ومرجعها تاني هنا، وهطلع الفاصل. لما ارجع هوريكم شكلها عامل ازاي. الشويه دول احتمال بنسبه 90% يحتاجوا ميه تاني، تبقى الكميه متضاعفه. هتخرز معايا، اضربها واحطها في الثلاجه، ممكن الاقيها شويه مخرزه شويه، بعد كده ممكن ان انا اضربها واسيبها بعد كده والاقيها بنفس الطعم اللي بناكله بره بالظبط. هنديها شويه كمون، شويه ملح، شويه ليمون، وشويه ثوم بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. ولسه قدامنا النموره خلصت ابدا، لسه ليها اضافه كمان بعد ما طلعت الفرن وديناها السيرب، ليها اضافه ثانيه بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. زي ما انتم شايفين كده عندنا، هو جاب الكفته الاول اللي احنا عملناها بثلاث اشكال، كفته الحياتي عادية، وكفتة حبايبي، وكفتة أو كباب عري. وقدمنا كمان عندنا شوربة النهاردة الدجاج مع الخضروات، وقدمنا النهاردة كمان الخشاف، وعندنا كمان النمورة، وقدمنا كمان السرطان. نرجع بقى لسلطة الطحينة ونشوف سلطة الطحينة إيه الموضوع بتاعها. بصوا كده حطيناها على النار، السلطة اللي كانت خفيفة تقلت أهي قدام حضراتكم أهي، تقلت أهي. ممكن أحط لها كمان مية، أو ممكن أحط لها كمان مية. نديها شوية ملح، نديها شوية كمون، نديها قطعة توم صغيرة جدا مع بعض كده، توم مفروم كده، وبعدين الليمونة الموجودة أبدأ أحطها في الآخر. أدي الطحينة اللي إحنا بناكلها في المحلات. ممكن أخفها عن كده وهتتقل، بصوا كده معايا، هنخفها تاني وتتقل معانا تاني، مفيش أي مشكلة خالص. لسه النموره فيها شغل، نأكد تاني، لسه النموره فيها شغل. بصوا كده النار هاديه، ببدا اقلب عشان مش تخرص. بديها كمان شويه خل اهو كده، وارفع مع النار واقلب عشان مش تخرص. شايفين ازاي؟ ارفع اهو من على النار، اديها كمان شويه ميه سخنه تاني. ايه ده؟ معقولة شوية الطحينة الصغيرين اللي انت عملتهم دول ادونا كل الكم ده؟ اي والله العظيم ادوك كل الكم ده، وهتاكليها هتقول ايوه
هي دي الطحينه اللي انا باكلها في المحلات، ما باكلش غير كده. امال احنا كنا بناكل الاول؟ ناكل طحينه مره في البيت ماشي. بصوا كده، تبدا معايا تفك اهي بالراحه جدا جدا جدا. اجيب لها طبق وابدا اغرفها فيه، التخريزه راحت اهي، كل ما اقلب كل ما التخريزه تروح اللي فيها. ابدا اقلب، ادي القوام بتاعه وشويه صغيرين جدا، نص كوبايه. اعملوا معايا قد ايه يا جماعه؟ اعملوا معايا في حدود كوبايتين طحينه كبار اهم. وكده وفرنا كمان في التكلفه، عشان انا عارف كويس جدا جدا كيلو الطحينه النهارده عدى ال 30 جنيه تمام. وعارفين كويس جدا جدا ان الحال النهارده محتاجين الناس انها توفر شويه، لكن مش معنى كده ان انا بقول لكم وفروا وكل حاجه مش كويسه، بالعكس وفروا وكل الطحينه اللي تاكلوها في المطاعم زيها بالظبط. قوم جاي هنا كده وقوم حاطط الطحينه اهو بالشكل ده كده وبالراحه اهو. كده وقوم جاي واخد شويه كمون بالشكل ده يا استاذ طلعت. السلام عليكم. وعليكم يا استاذ طلعت. عليكم السلام. انت طيب؟ انت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك يا ربنا كده يجعلك ميزان حسناتك. الله يخليك يا استاذ طلعت، ربنا يبارك فيك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. اتفضل يا حبيبي معاك. كان عندي ظروف صعبه كده، واتمنى يعني تقفوا معانا في الفيلم. والله لو بيدك يعني لو بيدك استاذ طلعت انا عينيا. انا عندي مصنع حلويات وكده، زي ما تقول النشاط واقف، واصبحت مفيد للناس وكده، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يجعلك ميزان حسناتك كده وتقف معانا. طب انت حضرتك خد رقمي من الكنترول، خد رقمي طيب حضرتك وتواصل معايا ان شاء الله، وربنا يجعلني سبب ان شاء الله يكون افتح لك سكه يعني شغل في اي مكان باذن الرب العالمين، ربنا يوصل ان شاء الله. خد رقم حضرتك من الكنترول ان شاء الله، ونتواصل ان شاء الله بعد الفطار ان شاء الله باذن الرب العالمين. هنا خلص الطبق، مخلص، محتاج حاجه صغيره جدا ان انا اخد كده. بص يا جماعه، رشه زيت زيتون كده، بس كده، واجيبه جنب اخواته هنا بالشكل ده اهو. اما النموره، انا عندي صوص كراميل ده الجديد، او صوص شوكليت، كراميل او شوكليت، هاخد صوص الكراميل او شوكليت وابدا اشتغل على النموره كده اهو. بص، شايف شايف شايف، بص انزلي كده بسرعه. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، نموره بالكراميل، الله عليك. ايوه كده، ايوه، متع كده المشاهدين كده. وبعدين مش بس كده، قوم جاي لها شويه فوزدو، قوم رشه رشه فوزدو كده، علشان احنا اتفقنا ان العين تاكل قبل ايه؟ قبل الفم احيانا. وكده خلصنا اطباقنا، لكن حلقتنا ما خلصتش. محمد السلام عليكم. يا ام محمد. الو. الو، عليكم السلام. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك. شيخ محمد. اهلا بيك يا ست كل. اهلا، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا ام محمد. يا اهلا كل بيك. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيبه يا ست كل، ربنا يبارك فيكي. اهلا بيكي. حقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان انت نورت القناه بصراحه يعني. الله يخليك، ربنا يبارك فيك، ما تحرمش منك ابدا يا رب، ربنا يبارك فيك. وبصراحه يا زين ما اخترت، يا ان شاء الله ربنا تتبسط معاهم كده وتبقى كويس ان شاء الله. ما تسيبناش بقى. لا ان شاء الله، احنا كل ما نتعود عليك حضرتك بتسيبنا. لا ان شاء الله معاكم ان شاء الله فتني باذن الله. انا بعمل اكلاتك وبعمل حاجات الحلوه اللي حضرتك بتعملها. زد شرف والله، يا ربنا يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك يا محمد. بس انا عايزه حاجه جديده بقى كده. هو النهارده حاسه ما فيش حاجه جديده خالص النهارده يا محمد؟ قولي لي ايه النهارده اللي مش يعني مش جديد؟ شوربه الخضار النهارده اللي فيها البنجر ان شاء الله ان شاء الله. انا لا قولي لي بجد، لو انت عندك على كل جديد لو يعني. انت عندك اختراع، لو انت عندك اقتراح جديد لحاجه جديده نعملها لك، مفيش مشكله خالص. يعني شوربه خضار بالبنجر النهارده بالقطعه دي كده يعني مع يعني لا مش معقول هتعدى على حضرتك طبعا، الجديد كله عندك. لا اكيد، القشطه الكدابه الجديده،
كلنا عارفين القشطه العاديه جدا، لكن القشطه الكدابه تاخديها النهارده وتديها قشطه حقيقيه تقلبيها معاها وتاكليها كانك تاكلي قشطه حقيقيه. دي اضافه، يعني دي اضافه للموره. تلات انواع كفته، انا عارف كفته الحاج اتعملت قبل كده كتير وكلام من ده، لكن اجمعهم التلاته في 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 حلقه واحده وعرض كل الاذواق. يعني ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا نطلع كل ما هو جديد عندنا ان شاء الله. لكن بقول لكم الفكره، الطبق بيختلف من فكره. يعني ايه؟ يعني ممكن حضرتك تقدمي نفس الطبق دوت في البيت لاولاد حضرتك باضافه صغيره، غيرتي مسار الطبق تماما وغير طعمه. بنشكركم جدا جدا، نلتقي دائما على خير على تلفزيون 10 مطبخ 10 مع الشيف محمد فوزي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.